في الاقتداء بالأخيار والتأسي بالأبرار واقتفاء آثار المتقين والسير على منهاجهم وسلوك سبيلهم فوز عظيم ومغنم كريم وسعادة لا نظير لها ونجاح لا حدود ولا منتهى له. وفيما ذكره الله تعالى في كتابه من توجيه الأنظار إلى مسلك الصفوة ونهج عباد الرحمن وسبيل البررة ما يحقق هذه الغاية ويبلغ هذا المراد، إذ هو المثال الذي يحتذى والنهج الذي يقتدى. من ذلك قوله عز اسمه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنهم يمشون على هذه الأرض مشية المؤمن الذي تعلوه السكينة ويزينه الوقار، لا يتكبر ولا يتجبر، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. وإذا بسط إليهم الجاهلون ألسنتهم بالسوء لم يقابلوا ذلك بمثله، بل بالعفو والصفح والمغفرة والإغضاء عن الزلات والتجاوز عن الهفوات، فهم كما قال الحسن البصري رحمه الله: حلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم لم يجهلوا.